ستدخل عناصر النخبة الوطنية للملاحة الشراعية منافسات أولمبياد ريو دي جانيرو هذا الاثنين، والتي ستتوصل على مدار 6 أيام في أول مشاركة للشراع الجزائري في أكبر موعد رياضي عالمي. الملاحة الشراعية ومن خلال أولى مشاركتها الأولمبية تراهن على تحقيق نتائج مشرفة واكتساب الخبرة من أجل تطوير هذه الرياضة أكثر في المستقبل. المنتخب الوطني المكون من الثلاثي حمزة بوراس، الصحراوي شريف إيمان وكاتيا بلعباس ضمن تواجده بموعد البرازيل خلال البطولة الإفريقية للألواح الشراعية التي جرت في ديسمبر 2015 بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية ببرج البحري. كما استفاد الرياضيون 3 من 10 تربصات خارج الوطن للاحتكاك بالمستوى العالي للشراع العالمي. ويطمح مسؤولو الاتحادية الجزائرية وعلى رأسها محمد عدبي أن تعطي التحضيرات المكثفة ثمارها خلال هذا الموعد العالمي الذي كان التأهل إليه بمثابة إنجاز في حد ذاته.